أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الحوار مع أم ريحانة. أم ريحانة اللي جاتنا من مدينة تطوان اللي غادي تحكي لنا المعاناة ديالها والمشاكل ديالها مع الزوج ديالها. السلام عليكم أم ريحانة، أهلا وسهلا بك على جريدة أصوات. بارك الله فيك. بارك الله فيك. أنا المشكل ديالي مع الزوج ديالي، أنا تزوجت به في شهر واحد العام اللي فات. أرمن عنده ثلاثة الوليدات من مدينة فاس، بالضبط من دوار يافا الجهه ديال بفتح، اللي كيشتغلوا في مجال ديال النحاسيات صناعه تقليديه في عين نقبي، بلا ما نذكر طبعا صاحب المحل. هذا السيد هذا ملي عرفني حملت كان كيضربني وكيعنفني باش يتم الاجهاض ديال الطفله ديالي. ملي انا رفضت ندير الاجهاض بالعشوب اللي كان كيجيب لي كان كيضربني، جري عليا نهار العيد الصغير مع الوحده ديال الليل. هذا السيد هذا من نهار خداني هو كيتعامل معايا كخادمه، ما عمر ما تعامل معايا كزوجه. ابسط حاجه لقاني غير متكيه وشي حاجه كيقول لي تحركي تخدمي على راسك. اش كديري انت؟ فاش كيشتغل هو؟ هو في صناعه تقليديه ديال النحاس عين نقبي. شحال وانت مزوجه بهذا السيد؟ انا جلست معاه من شهر واحد لشهر ربعه هكاك 23/4. المهم اللي عرفني حنا دار معايا جميع المحاولات. شحال المده من شهر واحد شهر ربعه؟ يعني شهرين. 20 4 شهور. 4 شهور. هاد السيد هذا ملي ما بغيتش ندير كما قلت لكم الكورطاج جرى عليا واتهمني بانني انا كنتعدلوا على الابناء ديالي اللي هما يتامى الام، مع العلم ان هذوك الابناء انا كنت درتهم وليداتي، لان انا اصلا قبلت به على قبل هذوك اليتامى. بغيت ان نشري الجنه ديالي حيت النبي عليه الصلاه والسلام كيقول انا وكفيل اليتامى كهاتين في الجنه، هذا علاش انا قبلت عليه. كما قلت لك ملي ما بغيتش ندير الكورطاج هاد السيد هذا اتهمني بانني كنتعدى على وليداته، جرى عليا كيهددني بان غادي يقتلني الا ما تنازلتش على النفقه ديالي، وحتى الا ما جهدتش الحم ديالي فاش كنت حامله. ملي ولات البنت ما بغاش يدخلها في حاله مدنيه، وانا كاينين يعني الناس ديال الدائره ديال دوار يافا بانني انا جيت نفيسه وبالغرز وحرق، كيعرفها النفيسه كي دايره طبعا، وشتها وتكطيح ودخلت بنتي في حاله مدنيه، وانا مشيت درت جميع الاجراءات في حتى الوراق ورفض يدخل بنته في حاله مدنيه. دخلها في حاله مدنيه. كانوا كيعيطوا لي كيقولوا لي عطيني واحد المقدار رمزي باش يدخل لي البنت في حاله مدنيه ومنها الام ديالو. وهذا السيد يحصر مولتها تعطيهم انت هي الفلوس باش يدخلوا لك بنتك في حاله مدنيه، كان هاد البنت ماشي ديالو. هو في الاول كان كيقول ماشي ديالو حتى تزير عاد ديك الساعه، يعني حتى درت انا جميع الاجراءات عاد هو واقيلا مشى الله اعلم دخلها في الكناش ولا ما نعرف. هاد السيد هذا دار في المقال ديال التطليق بانه بعدا ما عندوش معايا الوليدات، حتى دليت انا بالوريقات. هاد السيد هذا انا عشت بعدا تحرمت من الدفء العائلي، يعني انا والديا فارقين. هاد السيد هذا ملي عرف هاد الشيء هذا بحال اللي استغلني. كان كيعنفني جسديا ولفظيا، وحتى الام ديالو ما نجيتش منها، كيقول لي نعطيك 5000 درهم ونديرو طاق اتفاقي. من بعد ملي ما بغيتش كان كيقول لي نعطيك 8000 درهم ونعطيك 300 درهم، يعني داكشي اللي كان كيقول لي هاد السيد يعطيه ليا طلاق اتفاقي هو اللي صدر به الحكم، يعني انا ما عرفتش شكون اللي كيقرر، واش هو ولا السلطه. ملي كان مثلا كنتي كتعرضي للعنف، كنتي كتعرضي للعنف اللفظي والجسدي الى اخره، واش مشيتي للجمعيات ولا شكيتي به ولا؟ ما بغيتش، لان كنت باغا نخلي الشمل العائله مجموع، بالاخص لديك البيبي اللي كنت حامله بها اللي هي بنتي دابا عندها 4 شهور وسيمانه تقريبا دير الأونس. شنو الخطوه دابا اللي مشيتي درتيها؟ انا درت دعوه النفقه حكمت لي ب 500 درهم فاش كنت حامله، يعني هنا ما تنصفش وخنفتها عليه، مشات لي غير في المصاريف ديال البنت ديال الطبيب. نفقه البنت حكمت لها 300 درهم، يعني من نفقه مستقله. في الطرد من بيت الزوجيه بعدا مشيت انا درت نرجع للدار الخاليه ديال المحكمه الله يجازيها بخير ديال مدينه فاس، طبعا داروا جميع المجهودات الخاليه ماشي هذا، عيطوا للدائره 16 حتى هما داروا معاه جميع المحاولات باش يدخلني للدار، وجات الام ديالي اللي بقات كتهني وبقات كتحيح الله يجازيهم بخير البوليس ديال الدائره 16 خرجوها، هو رفض ونزل عليا جميع الحوايج اللي انا ما دايرهمش، نزلهم عليا يعني كذب عليا. هاد السيد هذا دمر لي حياتي، خرج عليا. انا كنطلب من المحكمه، كنطلب من اعلى سلطه، كنطلب من اعلى سلطه يتم الانصاف ديال لا في الحكم ديال الطلاق ولا في الحكم ديال نفقه بنتي ولا حتى في التهديد، يعني جميع الاحكام ديال المحكمه. باقي كيهدك لحد الان؟ باقي التهديد لحد الان. وعلاش شنو هي قرابه؟ نتنازل ليه على كل شيء، باغيين نتنازلوا على كل شيء. هاد السيد هذا الوليدات اللي كانوا كيبغيوني كانوا كيعيطوا لي ماما ما بقاوش كيحملوني. اختهم اللي عاد زادت باقيه غير ملك، ما بقاوش كيحملوها، مع العلم هاد ريحانه هما اللي اختاروا الاسم ديالها، والله يشهد على ما اقول. كانوا باغيين يا اما ولد اسمي يحيى،
او لا بنيت ريحانه. انا لا ما كنتش كنبغي هاد الوليدات، فعلاش غادي نسمي السميه اللي باغي نخوتها؟ عطى الله الاسماء. دابا شنو كطلبي؟ انا كنطلب تدخل، كنطلب التدخل من اعلى سلطه، يتعاد اعاده النظر في الاحكام ديالي، يا اما يتم الطعن وتعاود كل شيء من جديد. المهم انا بغيت الانصاف ديالي، انا بغيت نتنصف هذه الاحكام هذه. واش غادي نقول لك؟ انا تظلمت بزاف، ما انا ما بغيتش بنتي تحرم داك الدفء العائلي اللي تحرمت منه انا. دابا هاد البنت هاد النهار اللي غادي تكبر وغادي تعرف باباها ما كانش باغيها تجي لهاد الدنيا، وعمامها وجداتها كيفاش يعني ما باغينهاش. هاد البنت ملي غتعرف خوتها عندها حتى شي تربيه يعني ما بغاوهاش. يعني انا هاد السيد هذا ولا عائلته ما فكروش الدم اللي بيناتنا. لو كان فيها الربح كان النهار الاول يقول لها بنت الناس حنا ما باغينش الوليدات، انا كنت غادي نرفض هذا الزواج هذا. هاد السيد هذا اللي كيقول انه ما عندوش، هاد السيد هذا عنده جوج املاك، وعطاني في صدق 1000 درهم، قال لي ديري 2000 درهم وعندي كاغيط صدق، عندي كل شيء، وديري بان كيقبط 2000 درهم حتى نزيدك 1000 درهم. والله ما عطاها لي، والله يشهد على ما اقول. كيقول رسالتك اخيره، رسالتي اخيره، كنطلب من اعلى سلطه تدخل ويتم الانصاف ديالي. كنطلب تدخل من اعلى سلطه، بغيت يتم الانصاف ديالي، بغيت تعاد النظر في الاحكام ديالي. وهو كنقول له اتق الله في بنتك، راه هذيك البنت راه بنته. بالاضافه انه كيشتغل في النحاسيه صانع تقليدي، فهو كيشتغل كيغسل الاموات وهو ملتحي. يعني كيف يعقل السيد هذا يقول لك ديري الكورطاج وهو كيعرف الله ودائما كيشوف الموت حداه؟ اخيرا ان كنطلب من اعلى سلطه يتدخل في هذا الشيء هذا. انا ما عنديش مع من نخلي بنتي ونمشي نخدم عليها. انا يمكنليش نعطي بنتي للحضانه باش نمشي نخدم. انا ماما كبيره وعندي اختي كل مهرسه كل حدا، يعني ما يمكنش تقابل اختي اللي ديما كتجي للشيخ زايد باش كتبع الحصص ديالها وتقابل لي بنتي. انا بغيت يتم الانصاف ديالي وشي صالير اللي غادي نعيش به بنتي، وما نمشيش انا نخدم ونخلي بنتي مليوحه في الحضانات. وشكرا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.